فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا أردنا أن نتحدث عن صلاة الجمعة فقد وردت أحاديث نبوية صحيحة تبين فضل يوم الجمعة، نود من فضيلتكم إلقاء الضوء عليها. وردت أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة، منها ما يأتي: حديث رواه مسلم وغيره: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وحديث أحمد وابن ماجه: سيد الأيام يوم الجمعة، وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفيه خمس خلال خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله سبحانه وتعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة. هذه بعض الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة إلى جانب الثواب العظيم على صلاتها والاستماع إلى الخطبة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم.